شباب ابو نادر سيد تفضل هي شو دي حققت معه انا رايح اقي مع سعود ما تحققي مع حدين ما بديش اساوس جودة بدك تعترف لحالك ولا منحقق معك مثل ما بدك ابو نادر مثل ما بدك بدك يعني اعترف لحالي بعترف بدك يعني تتسلى شوي تغير شكل يعني اذا بدك حقق معي ما بعرف ليك جودة خذ مني وعد شرف اذا بتعترف لحالك بحظي مرة افتح محضر تحقيق ويكون بعلمك ما حدا راح يسمع بالقصة كلها هون احفرنا وهون اطمرنا بس اذا ما بتعترف وحشى الله وحشى الله لحتى افتخت نصين علق نص باول ام التنافس ونص باخرته طول بالك طول بالك عمي ابو نادر يعني ليش كل هالقد معصب وحميان يعني ومتضايق ليش فاشي مرة طلبتوا مننا نعترف ونحنا ما اعترفنا تراطير الحكومة نحنا معناته لك انها تشرح لنا كيف صارت الجريمه من طقطق للسلام عليكم ماشي بدك اياها يعني من طقطق للسلام عليكم ما هي ماشي سيدي من طقطق استنيته لاسعد تينام هي من طقطق رحت بعدين سلحبت هيك على ان الجيش تبعه وفتحت هالباب فت الجيشات نايمين عفطت ثلاثه ورجعت على بيتنا هي وصلنا للسلام عليكم يلا السلام عليكم ولا انا ما عم حقي معك مشان الجيشات مشان الجيشات لك مشان شو؟ عم حقي معك مشان الشغلة الثانية ولا ما ناوي تعترف فيها؟ لك بعترف ليش لحتى ما اعترف؟ بس فما شان تمسكني راسه للخيط لأنه ما عرفان شو هي الجريمة يعني لك لا تعمل حالك أجنبو لها اعترف قبل ما افتح التحقيق حاضر سيدي حاضر بعترف بس انتو قلولي بشو بدي اعترف؟ عامل حالك يعني ما بتعرف أما بعرف ما بعرف شو بده يعرفني شو شايفني أبو العراف على قولة هدوك الشحاش بس يا عمي أبو نادر اتروس لي يهنى للخيط وأنا على راسي بقلك الخمير والفطير إذا بدك حسيون خدوا جيب لي الكرة الثانية يلا وارفعوا فلقة لا تفضل ولا يطلع برا ولا البريء انحباك روح يا عبد عمرو بلاد حالك وبلادنا فسفوس يا فندي هاي هي الحقيقة اللي عم ندور عليها ابو نادر الكرة الثاني سيدي شو اسعد افندي بدك تعترف ولا بدك تساوي مثل ما عمل جارك ليش هذا قليل الهبة؟ ما اعترف سيدي مهال لعبة في عيون وما قبطهنا وما اسفله اها هذا الكلام اللي بيجيب نتيجة يعني انت بتعترف دخن سيدي بعترف كيف ما بعترف اذا انتوا الحكومة قلتوا لنا اعترفوا نحن الشعب لازم نعترف ولا ما بنكون شعب اب لا شو ما خايف بدي اعترف معناته شرف اعترف يا اسعد افندي حاضر يا سيدي بعترف ها هي اعتراف قامع لك يلا سمعني اعترافك اه سيدي بعترف شو بده لك اعترف ما انت بدك تعترف اعترف لك هاي بعترف هاي اعترفت بديعه مرتي فات الصبح قالت لي لا اسعد شو رايك نروح على الان عند الدجاجات قلت له والله الله يعطيك العافيه احسنت عفرم راحت على الان عدت الدجاجات رجعت لعندي ما هو من حنفيه لا من باب الراني قلت لي احزار شو فهمت قلت له والله عجزت قلت لي ناقص الدجاجات قلت له مين سرقهم قلت لي ما بعت لها عجزت قلت لي جوده اسعد اخراس وتضرب بنيحك انت ودجاجاتك لك اعترف بالشغله الثانيه اللي لازم تعترف فيها اللي عملتها ها ثانية هي اعترفت جدي لك ما انت هل بدك تعترف؟ ثانية بعترف بالثانية وبالثالثة هن هي اعترفت والله عمي خيو حسان لو عندك اني اعترفت هي ما اعترف انا لك اعترف بالشي لازم تعترف فهني اه؟ بعترف انا اعترافكم من معترف بعترف شي بدي كمان انت الله يخليك يعني هيك تحرك لك شي حركة اعترف لي شو هي الجريمة لحتى اعترف لك انا كيف عملتها ولا يعني هيك بدك العصفور وخيط والله ما معقولة طيب يا اسعد انا رح اجي معك هلا انت وجوده او انت لحالك ما بعرف فتوا على محل ما كنتوا لازم تفوتوا عليه مزبوط ها مزبوط ها
وبهالمحل شفتوا شغلة معلقة على حيط أو بطرف إجر التخت. مزبوط. قمت أنت وجودة سرقت هو. مزبوط. مزبوط. كويس كتير يا أسعد. معناته هلأ بتروح من هون عالسكت بتجيبه وبتجي لا من شاف ولا من دري، وأنا بوعدك وعد شرف ما بفتح تحقيق ولا بشي بخبر لحدا. حاضر حواضر سيدة مناظر، انت بس اللي شو هالشغلة بتكرم عيونك، انا اشوف لك اياها لو كانت من تحت سابع عرض، واذا ما في منا هون بيطلع على التخريب بشوف لك اياها تهريب، تكرم ولا اوش الحكاية. خلص ولا خلص حسان، خذ هالكل الثاني وخليني افكر اشوف شو بدي اعمل معهم. يلا هذا سيدي. شو عملنا؟ اي حسان حسان ولا لك شباب. خلصنا. شو بدها؟ هي الشغله اللي حكى عنها ابو نادر المسروقه، انتم منين جايبينها يعني؟ من دكان صالح اشتريتوها؟ لا ما من عنده بالدكانة. ليش فاشي بدكان صالح؟ على ليمة. طب ولا اخوي؟ روسوا لنا الخيط لحتى نعرف بشو بدنا نعترف ولا؟ هيا من المخفر، اكثر من هيك ما فيني اقلكم. مضبوط معك حق، ما فيني احكي مشان سرية التحقيق. اسد ولا بوسه كله منك انت لبلادنا. خيا شو بتقول المسروق انت؟ شو بعرفني؟ شو شايف جاب العراف ولا كنت وقت الحادثه؟ انا بقول المسروق هو الغاز. لا ما الغاز لانه قاعد بتتعلق، يعني انا بقول يمكن بطانيه. ليش ولا؟ الغاز ما بيتعلق، الغاز هو اللي بيتعلق. مزبوط بس البطانيه بتعلق اكثر. لا لا الغاز المسروق. لا البطانيه. اشهرت. صارت اشهرت لشهرت. قد ما بدك. اشهرت معك. بعرفني فرجيني. يوم معي 10 25 ورقة. ماشي من 25 ل 25 أنا بقول الغاز. لا أنا بقول بطانية. خذ ها ها خليهم معي. ماشي مين بيعترف؟ أنا رح أعترف. روح يلا ها. حسان يا حسان أنا بدي أعترف. يعني اقتنعت أخيرا يا جودة أفندي؟ نعم سيدي مقتنع مقتنع. هات لنشوف. احكي لي هلأ كيف صارت الجريمة من طقطق للسلام عليكم. ماشي يعني بدك تعرف كيف صارت من طقطق للسلام عليكم. ما ايه. ماشي من طقطق كنا راجعين أنا وهالجحش أسعد من البحر. ايه. قلت له شو رأيك يعني نمر على عمي أبو نادر نعطاه فرخين سمك من هالسمكات المصطادينة ونخليه يتسلى فهنا هو وحسام. قام قال لي موافق. إمنا دخلنا إلى المغفرة، فعندما دخلنا إلى المغفرة ما لقيناكم من منا في المغفرة. مضبوط هذا الحكي لحد هلا. وبعدين طيب بعدين وقعت عيني في المخفر على الغازو. غازه على الغازه وقعت عيني قمت شفطه. اما صحيح الحكي ما صحيح لانه ما الغازو اللي انشفط. الغازه الضراب السخن اللي شفط شي تاني. اذا شي تاني انا ما دحشني، اللي شفطه بيكون اسعد. انا ما دحشني الا بالغازه. حسان خذ لي هالكر وجيب لي الكر الاولاني. انا الكر الاولاني هذاك الكر الثاني. لك روح ودينا تكون عشحش من بعد. خلصني اي لك اي يا حسان والحشفات تشرك بخاصرتي. شو طمنا طلع الغاز شي؟ ما طلع الغازة. ها شفت طلع بالشرط لك عم. لا ليش تطلع بالشرط خيا؟ روح انت اعترف بالاول بركي كمان ما طلعت الشغله تبعك. لك اتحرك خلصني. طيب لو حسان شبك جايه ماشي.